لماذا خرجت لنا القبلية المقيتة هي؟ الصراع يا أخي توني معلش سامحوني في الحلقة، أنا ابن شخص نوعا ما، الموضوع نوعا ما نذكر أشخاص سياسيين، تقدر تفهمني شن الصراع بين المشري وعقيلة صالح على سبيل المثال؟ رغم أن المشري يعني على سبيل المثال طبعا معلش يعني تفضلتكم بذكر أشخاص، أنت نوع الصراع اللي بيناتهم يعني شو ممكن يعني في شخص يقول إني عادي أذكره مش موضوع، في شخص عادي شو البداية الصراع كانت تخوين فيما بينهم، في شخص أن يشوف فيه إنه كان ضد مصلحة تأسيس مؤسسة عسكري وبدأ التخوين وبدأ، لماذا الآن الاتفاق فيما بينه؟ لماذا الاتفاق فيما بينهم؟ فجأة هيك اتفقوا على تشكيل الانتخابات وأعداد دستور، رغم أن لو تشوف حجم الخلافات اللي كانت فيما بينهم فترة 2014 كانت تقول لا يمكن أن يصير بيناتهم أي توافق. بشي سبب الخلافات هذين؟ المال لا غير، صراع مال في ليبيا.